صباح الخير. صبح عبادة صوت جميل دموع الوردة. دج يلا عاد نحكي بسرعة مو؟ شلون صبا؟ هلا حمادة شلونك؟ يلا صبا ما عليك. لا بس خلاص نكمل. يلا. بداية العمد. مرحبا. أنا وسهلا بكم باسمي نساء الفتنس أكاديمي. يكون ويانا مفاجأة كلش حلوة. بداية العام الجديد يا رب العام خير وأمن وأمان على جميع. لازم شوية ركبتي في بدي ما تجسرنا. فتنس أكاديمي نعم. Hello everyone. أكيد إحنا مقبلين على سنة جديدة ولازم كل سنة نعتني بصحتنا ونصير جسمنا أقوى. تقدر تكوني على مدار الأسبوع فيتنس أكاديمي. تقدر تمارس انواع الرياضات الحديد والرقص واليوغا. اكيد لازم يكون جسمك قوي. اكيد لازم تمارس هاي الرياضات. تقدر تجي تمارس رياضة الرقص اللي فشي كلش حلو جميل قوي جسمك. تخلص من الطاقة السلبية تحصل على طاقة ايجابية هواية. شغلات تخليك تغير عن المود مالتك تخلص من الامور السلبية. فتقدر تلقانا موجود في الفتنس اكاديمي على مدار الأسبوع. ياكم أزهر سبيك. تسوي لهم فتح حركة سريعة؟ يلا يلا. القهوة ضروري مو صباح دائما الصبح؟ اي لازم. يس يس. شوف. اي والله بعدني ما متري مو زين. زين قلت شفتي اسر شلون صور فيديوهات حلوه ودبر الكلام وما تلعثم. شو اسوي انا؟ نعيد الحكي؟ نعيده. العالم قاعد تطلب مفاجاه ما شنو القسم النساء؟ قسم النساء واي اوبشنات حلوه. يلا يلا هسه نعيد الفيديو مال كوتش صبر. صبا هذا شنو الجهاز؟ ما التجديد؟ شو يسوي هذا الجهاز؟ يساعد على شنو؟ ظهر بطن جوانب كمان. ناخذ بيه؟ طبعا هذا الكلاس اكو بيه وقت خاص للنساء ووقت خاص للرجال مو صحيح؟ صبا هذا الكلاس لما يصير خاص النساء شو يصير بهاي البردة؟ الباب تغلق. الكلاسات متنوعة ومتعددة من ضمنها ايروبيك زومبا دانس هيب هوب يوغا تمرين كروس فيت فنون قتالية MMA. اوكي الايروبيك عندنا تمارين متعددة ومتنوعة من ضمنها تمارين التايب الأمريكية طبعا هاي تنطع على الستير وياها تمارين مقاومة وتمارين فيزيائية أيضا وقصة كاملة من الرقص الشرقي طبعا متوزعة على عدة أيام. هذا الوقت يعني الوقت الخاص بالنساء تغلق الأبواب وتنسد هاي الستارة ويكون الوقت الخاص بس للنساء. أوكي الاطلالات الخاصه بقسم النساء والكلاس بطلع على هاي الروضه الله يحفظ جميع اطفالنا. طبعا روضه كلش حلوه يوميه شوفاني الاطلاله مال الاطفال اطلاله كلش رائعه من قسم النساء الفتنس اكاديمي والكلاسات ايضا. طب شنو ايش راح تسوين؟ راح اصوب الهدف طوع حجيبها بنقطه بس شنو هاي شوي قريبه هي دازاغه واني اي سباعيه. صبا المتابعين دي يسألون صبا شنو مكمله دراسه؟ انا مكمله هندسه قسم مساحه بس حبيت الرياضه الهدف معين انه انا احب اساعد العالم نفس الوقت من احب اساعد الناس اساعدهم بصوره صحيحه. كملت دورات تاهيليه بالعلاج الفيزيائي اللي يتضمن علاج اصابات رياضيه علاج مفاصل
العلاج الطبيعي ولكن بطريقة حديثة، مو ضمن أجهزة، ضمن تمارين رياضية، وطورت نفسي في هذا المجال. بس وقف. وصلتي المستمرة. طبعا مستمرة بتطوير نفسي وتطوير الآخرين من خلال فيتنس أكاديمي، اللي لقيت فيه اهتمام زايد من قبل إدارة فيتنس أكاديمي، لمدربيها، لجميع العاملين فيها، للزبائن الراقية اللي تجي الفيتنس أكاديمي، أسلوبهم ونظامهم الصارم بالعمل والنظافة. أنا طاري النظافة. راشد هلو، سي هاي سي هاي. هاي عندي شي بعد؟ هاي ما عندي شي. يا سلام، باي باي. زي شو المفاجأة؟ اكو مفاجأة. ايه؟ طبعا يا ربي، عام سنة جديدة مناسبة العام الجديد. مناسبة العام الجديد، نستقبل العام الجديد بجسم سليم وصحي. قررنا تخفيض سعر الاشتراك خلال شهر 12 فقط، 95,000، يتضمن أجهزة حديث، أجهزة رشاقة، كلاسات زومبا، ايروبيكس، يوغا، دانس، رقص شرقي، فنون قتالية، كروس فيت. شو سكتي؟ مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ طبعا مثل ما قلت لكم كوتش صبا عن المفاجأة والعروض اللي خاصة بالقسم النسائي في فيتنس أكاديمي، وهو دعما لأخواتنا السيدات حتى يمارسون الرياضة ويستقبلون العام الجديد بجسم سليم، أكيد صحة أفضل. هذا العرض إن شاء الله راح نسوي كذلك للشباب خلال الأيام القادمة، يبلغنا به أحد المدربين الموجودين في القسم الرجالي. تحياتي إلى الجميع. بالإضافة، العرض اللي بلغت به صبا هو فقط شهر 12، يعني بعد شهر 12 يلغي العرض ويرجع التسعيرة القديمة.